ريهام انتي اختي وبتعرفيني منيح. انا في بالعاده كذب عليكي؟ يا رحبتي خلص ما بدنا نحكي كثير بالسيره. انتي من وقت قصه احمد وانتي حدا تاني عم تحسسيني كانك اخته لإله مو الي. قولي لي اذا انا غلطانه قولي لي. لا تقلي لي عقلك ريهام، صحيح انك ما بتفهمي. بعدين تعي لهون على سيره احمد، انت رجعتي فكرتي بالموضوع ولا لا؟ لكن رجعت فكرت ولقيت حالي بصراحه اني كثير كنت غلطانه. هيك ها، ولك يقبرني ربك ما احلاكي، انت احلى اخت بالعالم. لا حبيبتي مو هيك قصدي، لقيت حالي اني غلطانه من يوم ما تعلقت بشي مو معروف شو نهايته. بس هلا خلص يا ستي، ان كان احمد علمني شي فهو اني كيف افكر صح واعرف ادرس خياراتي كثير منيح المره الجايه وما اتورط بقصص مالي فيها. شو يعني؟ يعني مو معقول ضل معلقه حياتي بشي بديته بدون تفكير. لاقيكي سكتتي. بصراحه ريهام انت بتعرفي ابوكي كيف عرف وين كنت؟ عرفه من الزلمه اللي كان بعته ليراقب بابا. يا رب شو هالحكي هاد؟ وليش لحتى ابي يراقب ابوكي؟ وحياتك عندي بابا ما حكى شيء، بس انا فهمت هالحكي من تلميح احمد. شي حلو والله، كمان احمد افندي عم بيفسر ويحلل انه انتم ما عاد عندكم شيء بالعالم تعملوه غير تجيبوا سيره ابي؟ خلص صار بدكم تطلعوا كل مصايب الدنيا فيه؟ خلص يا رب لا تحكي شيء، سكري على السيره.